حبابك اختي جوز المكالمة. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك اختي، شكون معاك؟ شيماء. شيماء منين؟ من مراكش. من مراكش، شحال في عمرك؟ 28. من باغي ديري التست شيماء؟ نعم. من باغي ديري التست؟ واحد شنو سميتو؟ شنو مدينه؟ شحال في عمرو؟ في عمرو 23 ومن مراكش حتى هو. ايوا يا حميد بالعلبارد، شحال كنتي ويا مع بعضياتكم؟ قصة طويلة، كنا مع بعضياتنا وتفرقنا ورجعنا من تاني. من نهار عرفتيه اليوم شحال؟ من نهار عرفتو شي 8 سنين دابا، تفرقنا وتزوجت انا وتزوج وطلقنا ورجعنا مع بعضياتنا. تزوج وطلق وتزوج وطلقتي ورجعتو؟ وكنتو مع بعضياتكم قبل ما تزوجوا؟ كنا قبل ما نتزوجوا. اها. كنا باقي صغار تقريبا، كنت عندي انا شي 19 عام و شي 20. بغيت نسولك واحد السؤال، طلقتو بسبب بعضياتكم ولا طلقتو بسبب مشاكل ولا شي حاجه بحال هكا؟ لا لا لا، ما كناش كنعرفو كاع بعضياتنا فاش طلق. لا دونك انت تزوجتي ما كنتيش كتعرفيه؟ لا فاش تزوجت كنت كنعرفه، ولكن فاش طلقنا ما كانش عندي عليه حتى شي اخبار كيفاش وقع لي حتى الطلاق ولا حتى هو وقع كنت بحاله. اوكي. أري لي النمرة ديالو. صفر. هي زيدي. هي شحال؟ يلا زوجتي. قصة هادي، كانوا مصاحبين. شكون اللي تزوج فيكم الأول، انتي ولا هو؟ تزوج هذا باش طلع لك الدم وتزوجتي. يلاص. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا سي حميد، مساء النور. الله صافا سيدي، لاباس عليك بخير؟ كي داير مع الصحيحه؟ كي داير العائله؟ الاحوال ديالكم كلشي لاباس؟ كلشي الله يطول لي عمرك السي حميد، نهار كبير هذا. الله تكون معايا. ياك ما بعدا في اختك من الناس؟ لا 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 كنت يلا ناوي. ايوا مرحبا بك السي حميد، بعدا نخليوك تنعس على شي خبار كتفرح. شكون معايا خويا؟ نتاكدوا بعدا من الشخص اللي متصلين به. السي حميد من مدينه مراكش، سن 29 سنه. بغينا نعرف شكون هي بعدا هو الاول. معاك السي محمد السريري، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. هي خويا مرحبا. فايت ليك مفرج في البرنامج ديالنا السي حميد، عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ لا والو. مرحبا واهلا بك، هذه فرصه سعيده تتعرف على البرنامج ديالنا. ولما لا السي حميد يوم من الايام يولي من المتابعين جدد ديالنا، فقد تشرفنا اكيد. اما حميد جانا اتصال عند واحد الانسه قالت لنا لا تعرفت عليك في هذه الاواخر ودخلتي انت وياها في علاقه حب، بغات ندير لك واحد المفاجاه وفي نفس الوقت عندها شي هضره في حقك بغات تقولها لك من خلال البرنامج ديالنا. السي حميد انا غندوز عليك. الله يحفظك. انا مبين من الشهاده. لا غير باش تعرف، هاد البنت كانت شاركت معنا في واحد الجيف واي، كانت دارتها السوسيتي ديالنا سوغ انستغرام وربحات معنا واحد الباكج. شنو قلتي؟ ما سمعتكش؟ لا ماشي انت اللي شاركتي، ماشي انت اللي شاركتي، انت ما شاركتي ما حتى شي حاجه. غير اسمع اسمع بلاتي عليك، انت راه واحد البنت اللي شاركت معنا في واحد الجيف واي، كانت دارتها السوسيتي ديالنا سو انستغرام وربحات معنا باك ريجري القيمه ديالو مليون ديال السنتيم وكتهدي ليك. انا غندوز عليك، هي راه معنا باش تهضر معاك. مع من جبت الصداع؟ مع مالي الدار. مزوج؟ مزوج اخويا. الله ويلي وياه. ولكن هي ما قالتليش بلي راك مزوج. لا مزوج اخويا، اسمح لي. الله. انت باقي مزوج؟ ان شاء الله. ايوا واقيلا راه الزوجه ديالك اللي متصله بينا، حيت هي راه قالت لنا بيناتكم علاقه حب الاولاد. هي حدايا اخويا الله يكون معايا. ها؟ اسمح لي، هي معايا. خليك معايا، خليك معايا ما تقطعش. والله يستر لك، غنقطع عليك عشان. وغير بلاتي خليك. وسير ميسر. شيماء. نعم. ها هو معاك، هضري معاه. ناري اسمع شيماء ورقة. وسي باقي مزوج. اتصالات النخل. اطفات التليفون. ها
عارفه الدار فين ساكن؟ لا ما كنعرفش. وانت واش متاكده بلي مطلق هو ولا غير قالها لك؟ لا شغل بلي مطلق على ايوا الشغل ديري. اه لا تي انا شوف اختي، شوف احنا راه مغاربه، احنا فينا الفضول ياك. عندك شي تليفون اخر؟ لا ما عنديش. شي تليفون اختك خوك امك؟ لا ما عنديش هاد التليفون اللي عندي دار. بغيناك تصوني عليه وحنا كنسمعو. مشكلة هادي، ما غاديش يجيني الناس بالليل هنايا. اوكي دابا معايا واحد هاد الوقت بالليل. ايوا دابا بغيناك تصوني عليه دابا. ما عنديش مايمكنش كيفاش ندير نصوني عليه من المسجد. ايه ماما كاينة في الدار ولا شي واحد تقدر تهزي تليفونو؟ لا ما كاينش في الدار ماما، كاينة غير بوحدي. بوحدك؟ شنو الحل؟ ما عندنا شي حل باش نعرفو. الصغير ما بغاش يهضر دابا، ماشي مزوج، يقدر يكون ما مزوج ولكن حدا شي صاحبته وحده اخرى، فهمتي؟ ممكن. ومادام قال حدا غير سمع شي ما هو يقطع. سكتي اتصالات المغرب كيقطع كيقطع. ايوا اش غادي ديري؟ بلاتي نقيد النمره ديالك هنا 00. شوفي نعم دابا انت اش غادي ديري؟ غادي تقطعي وغادي تصوني عليه. وحنا غادي ندوزو واحد جوج مكالمات وغادي نعاودو نصونيو عليك، تاكدي لنا شنو واقع. صافي واخا يا صافي صافي واخا يلاه. الو عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، صافا بخير؟ صافا الحمد لله بخير. الله يكبر بك، كل شيء لاباس الحمد لله، مرحبا بك. الله يبارك فيك، الله يحفظك. فكروني عفاكم الخوت، بغيت نشوف شحال ديال الوقت. بغيت نبكي صباح الاول. مرحبا، شنو سميتك بعدا انت وش بمدينة وشحال في عمرك؟ سميتي دنيا من تحناوت، سنة 27 سنة. تحناوت 27 سنة. من باغا دير هاد التيست دنيا؟ يونس من الصويرة 28 سنة. يونس من الصويرة 28 سنة، شحال انتي ويونس مع بعضياتكم؟ بشربع سنين، كنا تخاصمنا ويلا رجعنا شهرين دابا بغيت نتأكد. أييه، السريري هو اللي كيأكد لكم الأخبار شنو فيها، أري لي النمرة ديالو 06. شحال؟ أييه، زيدي، زيدي. يلا ما صدريش حتى نقولها لك. اوكي دنيا متحنوت سن 27 سنة بغات دير تيست ليونس من الصويرة 28 سنة، 4 سنين، 4 1 2 3 4 مع بعضياتها. المرة الأولى ما جاوبش، غادي نزيدك محاولة أخرى. يلا يلا يوس، اختي عزيزة للأسف ما جاوبش، غنضطر أنا نقطع عليك وندوزو المكالمة أخرى. ألو ألو مكالمة أخرى. ألو 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 السلام عليكم. عليكم السلام خويا
مرحبا بك، سمية مدينة العمر ديالك؟ بوتينا 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 من خنيفرة 24 سنة. من باغا ديرها تسا بوتينا؟ 19 ايه. من باغا ديرها التست؟ يوسف من خنيفرة. وشحال في عمر يوسف؟ 23. اه 23. شحال من شي ويا مع بعضياتكم؟ دابا تقريبا عام. وشنو العلاقة اللي بينك وبينه؟ بيناتنا خطوبة رسمية. ماشي رسمية. جلطة؟ واه. كلا الحلوة؟ شرب أتاي؟ تقريبا. صح سؤال العرين من 06. عاوديها واحد مرة. يلا بص ما تقدريش حتى نقولها لك. اوكي الو السلام عليكم. الو سلامكم. الو سي يوسف، مساء النور. مساء النور. صافا سيدي لاباس عليك؟ بخير كي داير مع الصحيحة العائلة الأحوال ديالكم كلشي لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. الله يطول لي عمرك السي يوسف، نهار كبير هذا. نتأكدوا بعدا من الشخص اللي متصلين به. السي يوسف من مدينة خنيفرة، 26 سنة. تحياتي ليك، نقدم لك راسي معك السي محمد السريري، مقدم برنامج خطوة قبل الزواج. فايت لك مفرش في البرنامج ديالنا السي يوسف، عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ مرحبا بك، هذه فرصة سعيدة تعرف على البرنامج ديالنا ولماذا في يوم من الأيام يوسف يولي من المتابعين جدد ديالنا فغادي تشرفنا أكيد. جانا اتصال يوسف من عند واحد الأنسة، هي اللي زودتنا بالرقم ديالك وهاد المعلومات باش نتصلوا بك، وهي حاليا راه معنا على المباشر في الاستماع. قالت لنا بلي تعرفت عليك غير مؤخرا وبغات دير لك واحد المفاجأة، وفي نفس الوقت عندها شي هضرة في حقك بغات تقولها لك من خلال البرنامج ديالنا. يوسف أنا غندوزها لك مستعد تهضر معاها؟ بلا شك كنظن راك عرفتي شكون. شكون هي الأنسة اللي جات على بالك اللي تعرفت عليها مؤخرا بلا ما تذكر لنا السبب ديالها؟ صعيبة صعيبة هذا السؤال. مرحبا تفضل. قبل ما ندوزك، شكون هي الأنسة اللي جات على بالك وانت كتهضر معايا بلا ما تذكر لنا السبب ديالها غير الاسم فقط؟ الاسم بوتينة. بوتينة، خليك معايا شوف السيستيم. لا الأنسة اللي تخصص بنا ما سميتهاش بوتينة. شاب الله كان الله شاب الله المكالمة. شوف انت شكون هي الأنسة اللي ساق لها يوسف في القلب ديالها؟ لا ما كنعرفش واحد اخرى. مأكد؟ لا سمبوس. بوتينة اوي شطاري اراعي لك هضري معاه. كحلتي بلا ترى تقطع عليها الخط نعاودو نتصلو بها. وماما دابا راه المشكلة كندير في الأول الضحكة الصفراء، وملي كنبغي نحبسها كنلقى راسي شداني الضحكة ديال بصح. أنا غندير أنا وياك واحد، ندير أنا وياكم واحد الحاجة دابا. أوكي ندير أنا وياكم واحد الحاجة، ولكن اللي درتها ديروها صافي. يلا المهم شوفي بوتينة انت اللي كاينه. يلا الله يخليكم بعضياتكم. يلا شوف فهاد اللحظه هذه اللي درتها ديروها، فهاد اللحظه هذه اللي درتها ديروها باش نضحكوا كاملين. يلا تبعوني باش نصوني موراها على سميتها على شيماء. يلا ركزوا معايا مزيان صافي. يلا فهاد اللحظه هذه ديروا بحال هكا بسم الله. قلتوا اوكي يلا سير.
يلا شوفوا فيا مزيان، اللي قلتها قولوها، اللي قلتها انت في بلاصتك قولوها صافي.